المحامي وائل عبادي هو مدير القسم القطري للمجتمع العربي بنقابة عمال البناء، ينضم إلينا لنتحدث عن هذه القضية. مرحبا بك أستاذ. مساء الخير إليك ولجميع المشاهدين. يعني أولا أريد أن أسمع رأيك بشكل شخصي من كل هذه القضية، هل أنت مؤيد لفرض نوع الصقلات الجديدة أم أنك يعني تقول بأن هناك نقص في المراقبة ويجب يعني معالجة القضية بشكل آخر؟ إحنا بشهر 12/2018 قامت نقابة العمال الاستدروت الجديدة بتوقيع اتفاقية اسمها اتفاقية الوزراء أو اتفاقية الوزارات لمنع إضراب اللي كنا أعلناه في القطاع العام. ثلاث بنود من 15 بند كانت تتعلق بأنواع الصقلات، فإحنا طلبنا تغيير أنواع الصقلات وطلبنا إدخال التقنيات الأوروبية في الصقلات حسب تقارير معهد التقنيات الإسرائيلي وجميع الخبراء. كان هناك مشكلة في الصقلات، شفت أنا برنامجكم بدأ بتابعه من الأول، في الصور اللي كانت موجودة في العبرات، الصقلات اللي كانت موجودة على العبرات، هاي الصقلات اللي احتمال بكرة يصير فيها حادث عمل قاتل. آخر حادثين عمل صارت كان هناك تقارير وكان هناك قرارات واضحة جدا إنه لو كانت الصقلات بحسب التقنيات الأوروبية كان بالإمكان تفادي حوادث العمل هذه، خاصة حادث العمل اللي كان في الناصرة قبل أسبوع أو 10 أيام. كان ممكن اللي منعه تفاديها، وكان أيضا حادثة يعني للأسف مؤلمة للشابين من الطور، من حي الطور في مدينة تيد الأبيب. نعم، لكن دعني أسألك سؤال، يعني المقاولون يعني يتهمونكم أيضا بأنكم تحاولون حل المشكلة بشكل غير جذري، هم يقولون أن المشكلة هي بغياب وجود رقابة وهي أيضا تهور أو استهتار بشروط الأمن والأمان التي تفرض لاستخدام الصقالات التي قلت أنها ظهرت في تقريرنا وأنها أيضا قد يعني تتسبب في السقوط للعمال. كيف ترد على ذلك وأنت تعرف أن هناك نقص في المراقبين؟ نعم. اولا احنا لا نحب الضرر باي مقاول او اي صاحب رزق، اما في الاتفاقيه اللي وصلت لها الاستدروت كان فيها 15 بند. نعم. بند او اثنين او ثلاث بنود كانت على السقايل، كان هناك اغلب البنود وبقيه البنود تلزم الوزارات المختلفه بالعمل لمكافحه حوادث العمل، بزيادة عدد المراقبين، بزيادة طرق المراقبة، بتأهيل وتعليم وأخذ دورات للعمال للعمل بشكل سليم. الحكومة لم تعمل بالشكل الكامل، فكنا في قسم اللي بتعلق فينا إحنا، كنا إحنا نعمله وشمرنا عن أذرعنا. إحنا قاعدين بالوقت الحالي يعني غدا الصبح على الساعة 6:30 صباحا راح أكون في بيت صفافة، في هناك ورشة تأهيل وتعليم وتدريب للعمال على طرق الأمن والسلامة بيوم العمل. نعم، لكن أريد أن أسألك من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 صباحا. هذا إحنا ممتاز. كرقابة عمال نعمل ما بوسعنا للحد من حوادث. طيب أريدك أن تجيبني باقتضاب على هذا السؤال، المتضرر الرئيس من هذا القرار الذي يعني يقضي بتغيير أنواع الصقلات هو المقاول العربي وليس المقاول اليهودي. أنا كنت في لجنة العمل قبل أسبوعين أو 10 أيام، أنا ما شفتش ولا أي مقاول عربي، أنا شفت كل المقاولين السقايل اللي كانوا في اللجنة اللي بثت وبحثت هذا الموضوع كلهم من الوسط اليهودي. أنا لا أريد أن أظلم أحدا، ولكن هذا مطلب من وزارة المالية أو من وزارة الاقتصاد، فليتوجهوا بمطالبهم لتعويضهم أو لإيجاد حل ملائم لجميع الأطراف. ممكن يكون في حل إذا في خبراء بتصادق على هذا الأمور، تأهيل السقائل الموجودة حسب المعايير الأوروبية إذا بيكون أسهل منهم، ولكن هذا المطلب يجب توجيهه إلى الحكومة والوزارات الحكومية. المحامي وائل، نعم، هون بنتخرف عن حياة عامل، يعني احنا بنتخرفش إنه وبالتالي حياة عائلة كاملة شكل أو بخسر شكل، اللي موجود على المحك هنا حياة العمال نفسه.
نعم، المحامي وائل عبادي مدير القسم القطري للمجتمع العربي بنقابة عمال البناء، شكرا جزيلا لك لتوضيح هذه النقطة.